مصر سے تشریف لانے والے قاری شیخ ممدوح ابو زید کو ہم تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہے ہیں. فلیتفضل فیتلو آیات القرآن الکریم. شیخ ممدوح ابو زید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.
العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ وإذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن
وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك
سنقرئك فلا تنسى يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدرك
ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله.